هذه الذكرى هذه جمعتنا وجمعت الناس المحبين للفن المالوف الأصيل، محبين الحاج فرقاني الله يرحمه. اليوم أنا فرحت عليه وتمازال الخير في الناس، مازالوا الناس متمسكين بالفن الأصيل. أنا تلمت مع الحاج القديم شوية وخدمت حتى معه في الجوق تاعه الخاص، واكتسبنا منه الله يبارك ما شاء الله، خلتنا نبقى وما ننساوش، وبيعتبر راحل وباقي في نفس الوقت.